جولة وزارية نيابية في حي السلم للاطلاع على الأضرار التي خلفتها العاصفة، واجتماع في وزارة الزراعة لبحث تعويضات. وللمزيد ينضم إلينا من وزارة الزراعة الزميل حسين خريس. إذن حسين، هل يمكننا القول إن المعالجات بدأت عمليا، وما هو وضع الأهالي؟ وزير الزراعة حسين الحاج حسن الذي كان من ضمن الوفد الوزاري النيابي إضافة إلى وزير الصحة علي حسن خليل ونواب من حزب الله علي عمار وعلي المقداد ونوار الساحلي وأيضا اللجان الشعبية في منطقة حي السلم، توجه بعض منهم إلى وزارة الزراعة واجتمعوا برئاسة وزير الزراعة حسين الحاج حسن. عفوا شونتال، الاجتماع ضم أيضا أمين عام الهيئة العليا للإغاثة العميد إبراهيم بشير، إضافة إلى رئيس لجان الكشف والتخمين في الجيش اللبناني العميد حبيب بورجيلي. وخلص الاجتماع إلى إعلانات أهمها بأن العائلات التي فقدت مأواها ستكون من ضمن أسماء على لائحة تسلم من الجيش اللبناني إلى الهيئة العليا للإغاثة، وذلك لأخذ مبلغ مالي قدره 500 دولار. هذا المبلغ سيكون لمدة شهر واحد وكامل للعائلات التي فقدت مأواها وفقدت أثاثها والتي لا يمكن الاستمرار بالعيش في تلك المنازل التي هي أصلا لا يصلح أن تكون منازل بحسب ما عبر وزير الزراعة حسين الحاج حسن. أما الخطوة الثانية فهي أن الجيش اللبناني سيرفع تقريرا للهيئة العليا للإغاثة بدءا من نهار الاثنين المقبل لتقويم الأضرار ولإعطاء مبالغ مالية للأهالي الذين لم يعوض عليهم حتى الساعة. أما بالنسبة إلى مهمة وزارة الأشغال بحسب وزير الزراعة حسين الحاج حسن، فستكون هناك مهمة لمعالجة النهر، وأهم هذه المهمات هي توسيع مجرى النهر وإزالة العوائق الموجودة داخل النهر، مع لفت النظر إلى أن هناك مشكلة كبيرة من منبع نهر الغدير وليس فقط من مصب نهر الغدير الذي يصب في منطقة حي السلم. إذن أيضا ستكون هناك مهمة لوزارة الطاقة والمياه لإعلان ورش إصلاح للمياه وللكهرباء. ولفت الوزير الحاج حسن إلى أنه سيقوم باتصالات مع الوزير المختص لإطلاق هذه الورش بدءا من نهار الاثنين. إذن وعود جديدة أطلقت من وزارة الزراعة إلى أهالي حي السلم، إضافة إلى الكشف عن تخصيص مبلغ قدره 25 مليون دولار لإنماء حي السلم بشكل دائم. آملين حسين أن تبدأ المعالجات قريبا. شكرا لك على هذه الرسالة.